بسم الله الرحمن الرحيم. سمي بسم الله كده ونتوكل على الله. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. النهاردة بإذن الله هنقوم بحل تدريبات تطبيقية على النحل. وإحنا بنحلها هنشرح. من خلال التدريبات التطبيقية دي إن شاء الله لو أنت فاهم هتفهم أكتر، ولو أنت ما تعرفش حاجة خلاص هتفهم برضه إن شاء الله. بس ركز معايا كده واستهدى بالله واكتب ملاحظات. زي ما بقول دايما في كل حصصي، العلم تدوين وتكرار. اني ادون اكرر تثبت المعلومه، لكن اقعد بحلق للاستاذ وعمال كانه بيغني هسمع الاغنيه وهطلع مش فاكر ولا كلمه. اولا المستثنى، احنا عندنا زي ما احنا عارفين مجموعه من الدروس في الفصل الدراسي الثاني، الاستثناء والمقصور والمنقوص والممدود والملحق بالمثنى وملحق بجمع المذكر السالم والملحق بجمع المؤنث السالم. انا بعتبرهم تقريبا كده ثلاث دروس، الاستثناء درس، المقصور والمنقوص والممدود درس، الملحقات درس، انا بعتبرهم كده. تعالوا نمسك الاستثناء الاول. بص اول سؤال كده مع بعض، كل شيء ما خلا الله باطل. بقول لك لفظ الجلاله الله منصوب ولا مجرور ولا يجوز النصب والجر؟ هايدي منصوب. ليه؟ المعلومة بتقول ايه؟ الناس تعرفش قاعدة، بعد ما عدا وما خلا مفعول به فقط. هي دي المعلومة اللي انت عايز تدونها. لو مش عارفها، لو مش عارفها اكتبها، لو عارفها اتأكد منها وخلاص. يبقى بعد ما خلا وما عدا يعرب ايه؟ مفعول به بس. طب هنا يبقى اختار منصوبة ولا مجرورة ولا يجوز النصب والجر؟ لا اختار منصوبة بس، لان المفعول به هو ايه بس؟ منصوب فقط. السؤال التاني، لن يميز الإنسان على غيره إلا العمل. بني مستثنى ولا فاعل ولا مفعول به؟ الأول ده منفي صح؟ وينفع أحذف، يعني أقول يميز الإنسان على غيره العمل، يبقى خلاص ينفع. أنا بعرف وهقول لك المعلومة كمان شوية. طب مين اللي حيميز الإنسان؟ العمل. يعني الجملة أصلها إيه؟ يميز العمل الإنسان فاعل. درجة الصعوبة في الجملة ديت درجة كبيرة شوية. ليه؟ أولا لازم الطالب يخلي باله إن ينفع شيل ده في الاستثناء. ثانيا لازم الطالب يخلي باله إن في تقديم وتأخير. يعني كده أنت بتطبق كم قاعدة؟ مش قاعدة واحدة. يبقى لما يكون المستثنى بعد إلا وينفع أحذف، فاكرين الجملة دي؟ منفي وينفع أحذف. ما محمد إلا رسول، منفي ولا لأ؟ منفي. ينفع أحذف ولا لأ؟ محمد رسول، خلاص اعرف حسب موقفه ليه. هنا نفس الحكايه، لن يميز الانسان على غيره الا العمل، منفي ينفع احذف صح. طب بعد ما شلت الحق النفي والاستثناء لقيت ان في تقديم وايه ها وتاخير، يبقى كده عربه فاعل. فهمت اتعربت فاعل ليه؟ كمل معايا. يحاول الناس اتقان العمل الا القليل. انا اشوف الاول قبل ما اروح للاختياري اعرف كلمه القليل دي ايه. كلام مثبت صح؟ ما هو بيقول لك يحاول، مفيش نفي اهو. يحاول الناس اتقان العمل الا القليل، كلام مثبت مفيش اي نفي. وانا عندي قاعده مسلم بيها، لو مش عارفها اكتبها واحفظها. المثبت بعد الا مستثنى منصوب. المثبت لو الكلام مثبت والمستثنى بعد الا وانت مغمض يبقى منصوب، لانه بيسمى مثبت تام خلاص كله موجود دايما يا استاذ. المستثنى بعد الا والكلام مثبت. المستثنى ها بعد الا والكلام مثبت يعرف ايه فورا وانت مغمض؟ مستثنى منصوب، مش غير كده. يبقى كلمه القليل هنا ما لهاش الا المستثنى منصوب، اختار مستثنى منصوب صح. اللي بعدها، وما الحياه الا كفاح وعمل. انا عايز اعرف كلمه عمل، لقيتها معطوف على كفاح، يبقى لازم اعرف كفاح. طيب كفاح بعد الا يبقى لازم اشوف هي تبع مين. يا ترى مثبت الكلام؟ لا ده منفي. طب يا ترى منفي وينفع احذف؟ الحياه كفاح، ده مبتدا وخبر، يعني كفاح ده يعرب ايه؟ خبر. اذا عمل معطوف على كفاح، اذا معطوف مرفوع. لم يفز غير المجدين. بالراحه بقى كده علشان نفتكر كلمه غير بتتعرب ازاي. اول ما اقول لك اعرب غير، خط مائل على غير وتحط الا، وتعرب اللي بعد الا. لم يفز الا المجدون، هتبقى كده. ليه؟ علشان هنا منفي وينفع احذف صح. يبقى يفوز المجدون. مين اللي هيفوز؟
يبقى فاعل صح؟ إعراب كلمة المجدون طلعت فاعل، تقوم غير واخد الإعراب الفاعل ده لنفسها، تبقى غير هي اللي إيه؟ اللي فاعل، وتخلي المجدون مضاف إيه؟ إليه. يبقى كده اعرب غير هنا ايه شباب؟ فاعل. مش عايز اعرب غير يبقى فاعل. مرفوعه صح. الاختيار بتاعي يبقى يعني اقصد ايه؟ مرفوعه. ما يفوز الا المناضلون. بالراحه، عايز اعرب المناضلون. هنا الكلام منفي ولا مثبت؟ منفي. طب منفي من اللي ينفع احذف ولا ما ينفعش احذف؟ ينفع احذف. يفوز المناضلون يبقى فاعل. خلاص اللي بعدها، ما من جبل إلا ومر عليه نبي. ده بقى شكله استثناء لكن ما فيش استثناء. يعني هنا بعد إلا جي إيه؟ فعل. طالما بعد إلا جي فعل يبقى انسى اللي فيه استثناء أصلا، ده مجرد حصر وقصر، مجرد حصر وقصر، اسلوب قصر فقط، ما فيش استثناء، ما استثنتش حاجة من حاجة. ما من جبل إلا ومر عليه نبي. ثم مستثنى ولا محذوف؟ محذوف. أخيرا، أحب المثقفين عدا المتكبر. تذكر إحنا في أول جملة قلنا اللي بعد ما خلى وما عدا يعرب مفعول به فقط، صح؟ ده حفظ. طب اللي بعد عدا وخلى وحاشا، اسم مجرور أو مفعول به، يبقى هنا اختار مين؟ يجوز الأمران. هنا بقى ينفع يجوز الأمران، صح؟ طيب ده الجدول الأول. نيجي للجدول الثاني. خلي بالكم عشان ادربكم شويه على حكايه اعراب غير والسبه دي لانها بتلبخ ساعات. بص يا سيدي، صلى على النبي. ما يفوز الا المناضلون. ضع غير مكان الا ثم اعرب غير. قبل ما احط غير اعرب المناضلون الاول. ليه يا استاذ؟ ما هي انت عارف غير هتعمل ايه؟ هتاخد اعرابها لنفسها وتخلي المناضلون مضاف ايه؟ طب هنا المناضلون فاعل صح؟ يبقى غير هي الايه؟ والمناضلون تتحول الى ايه؟ المناضلين، مش هتتحول من فاعل مضاف الى ايه؟ يبقى اقرا الجمله ازاي يا شباب؟ ها؟ ما يفوز غير المناضلين. كده انا اعربت غير فاعل. طب تعالى، لا تستهدف الدراسه الا ايجاد. قبل ما تحط غير اعرف ايجاد، صح؟ ده من المنفي وينفع احذف. تستهدف الدراسه ايجاد، ينفع احذف ولا لا؟ خلاص يبقى نعرف ايجاد ايه؟ مفعول به. تستهدف، مين اللي هتستهدف؟ الدراسه. هتستهدف ايه؟ ايجاد. يبقى ايجاد مالها؟ مفعول به. تقوم غير الرخمه عامله ايه؟ واخده المفعول به لها، تقوم هي تقول غيرا، تاخد النصب لها هي وتخيل تخلي ايجاد مضاف ايه؟ اليه. يبقى غيرا ايجادي، مش اللي بعد غير مضاف اليه. انت محمد طيب. ايوه، خدت اعراب ايجاد لنفسها. ثلاثه، دي ناقصه لا. لا ينال الحقوق، رقم ثلاثة دي ناقصه لا. لا ينال الحقوق الا الاقوياء. طب هنا ضع غير مكان الا ثم اعرب غير. قبل ما اعرب اعرب كلمه الاقوياء، صح؟ قبل ما احط غير اعرب كلمه الاقوياء. فاعل، ينال الحقوق الاقوياء. خليك بالي ان في تقديم يا شباب وتاخير. ينال الاقوياء الحقوق. تمام، يبقى فاعل. يبقى غير هي اللي هتبقى ايه؟ فاعل. غير اللي هتبقى ايه؟ فاعل. يبقى كده غير فاعل. السؤال الخامس، لا السؤال الرابع، لا يرفع قدر الامم سوى المصلحون. عايز يحط الا مكان سوى. صلى على النبي. كانت المصلحين العكس بقى. خلي بالك انا كنت بقول لك شيل الا وحط غيره سوى، المره دي بقول لك ايه بقى؟ شيل سوى وحط الا. قام بالراحه اشوف لما اشيل سوى واحط الا الكلمه هتتعرب ايه. ما هو بيقول لك لا يرفع قدر الامم الا المصلحين. هسيبها زي ما هي كده ماشي، بس اشيل لا والا كده. يرفع قدر الامم المصلح. لا اشيل الا ولا. يرفع قدر الامم مين؟ اي برافو، المصلحون. مش هتبقى فاعل يا شباب؟ يبقى كده هحولها من المصلحين للايه؟ اه. طب السؤال اللي بعديه، سؤال خمسه، نال الطلاب جائزه الا واحده. هحط سوى. قبل ما احط سوى اعرب واحدا، صح؟ واشوف واحدا اعرابها ايه؟ كلام مثبت، مش كلام مثبت؟ يبقى كلمة واحدة نعربها على طول، مستثنى منصوب. مين اللي تاخده بقى لنفسها؟ سوى. يبقى تعربها ايه؟ ها؟ سوى واحد. خلي بالك هتعربها ازاي تاني كده؟ ها؟ سوى واحد. هتشيل الالف النصب بتاع واحدا وتحط كسرتين تحت الدال، والسوى هي اللي تاخد الاعراب بتاع المستثنى، صح؟ مش هي سوى وغير؟ لكن انت عندك ما الفرق بين سوى وغير؟
مين بقى اللي دماغه صحية ويقول لي سوى مقدرة سوى مقدرة لكن غير ظاهرة يبقى كده سوى تبقى مالها منصوبة بالفتحة المقدرة خمسة نقلت ستة ليس لك إلا فرصة بالراحة بقى نعم مستثنى منصوب سوى تاخد الإعراب لنفسها ستة أنا لسه ما قلتش ستة أصلا أنا في خمسة لسه نال الطلاب الجائزة إلا واحدة ضع سوى مكان إلا هروح أقول له نال الطلاب الجائزة سوى واحدين هحول النص لجار لأنها تحولت من مستثنى منصوب إلى مضاف إليه يبقى سوى واحدين بالكسر طب سوى دي نعربها إيه ما هي خدت بقى إعراب اللي بعدها صح لنفسها هتبقى مستثنى منصوب أو اسم منصوب على الاستثناء عشان يبقى الكلام صح بس بالفتحة اللي قلنا ها المقدر سؤال ستة ليس لك إلا فرصة قبل ما أي حاجة خالص أعرف فرصة كده اسم ليس ليه بقى أصل الكلام ليس فرصة إلا لك مش كده لا يبقى كده فرصة اسم ليس مال هو اسم ليس بيبقى مرفوع ولا منصوب مرفوع ليس ترفع المبتدأ وتنصب الخبر يبقى لما حط كلمة غير يبقى غير تاخد إعراب الرفع ليها وتخلي فرصة مضاف إيه ليه ما بتاخد الرفع بس يبقى أقول غيره ها فرصة واحدة سبعة فاز المتسابقون عدا متسابقين تبقى بقى عشان دي فيها توقيعة بقول لك شيل عدا وحط إل طيب تعالى كده بالراحة كده كأنها مسألة رياضة فاز المتسابقون عدا متسابقين هي إعرابها هنا إيه اللي بعد عدا وخلا وحشا بيعرب إيه اسم اللي بقى المضاف إليه ده غلط مضاف إليه ده يبقى بيرمي درجته في الكيس الزبالة يعني اسم مجرور أو مفعول به احفظوها بقى اللي بعد عدا وخلا وحاشا اسم مجرور أو مفعول به مش مضاف إليه اللي بعد غيره سوى ولا مضاف إليه بطلوا خلط بقى طيب يبقى الكلمة متسابقين هنا اسم مجرور أو مفعول به طب لو شلت عدا وحطيت إلا أشوف إعرابها إيه فاز المتسابقون إلا اللي جاي كده مثبت صح كلام مثبت واحنا عرفنا ان المثبت منصوب صح طب لو كانت مثنى طب هيتنصب بالايه بالياء يعني تفضل زي ما هي يعني فاز المتسابقون الا متسابقين ما غيرتش شكلها ليه يا استاذ علشان انا لما جت الا هلاقيها منصوبه وبيتنصب بالياء فمش شرط اغير شكلها صح يبقى لما شلت عدا وحطيت الا هيتغير شكل الكلمه ولا لا لا ليه حكم الاعراب كده لانها تبقى منصوبه والمستثنى بيتنصب بايه والمثنى بيتنصب بالياء أصلنا بقى عليك في دي إيه؟ في بعض الطلبة بتمشي بمنطق وبقانون غلط يقول لك إيه لما يقول لك شيل إلا وحط سوى أو سوى يحط إلا لو لقيتها أون اعملها إين ولو لقيتها إين اعملها أون يعني إيه؟ لو لقيتها المصلحون اعملها المصلحين ولو لقيتها المصلحين اعملها الإيه؟ قال يعني الواد بقى إيه كده جاب التايها يعني في ناس بتعمل كده ماشيين كده وخلاص لما تلاقي واو ونون ويقول لك شيل الا وحط الصبع حط لا ياء ونون ولا لا ما هي فضلت الياء والنون زي ما هي ولا لا يبقى انا ماشي بقاعده مش ماشي بحيله السؤال الثامن لا يحقق التفوق سوى ذي الهم طيب هنحط شيل سوى ونحط الا طب كده لا يحقق التفوق الا شيل لا والا بقى كده يحقق التفوق ذو الهم انتبهوا كانت زي مضاف إليه مجرور بالياء لأنها من الأسماء الخمسة فاكر أسماء الخمسة ذو وفو وأخو أبو وحم كانت مضاف إليه مجرور بالياء لكن لما تشالت سوى وتحطت إلا تحولت إلى فاعل وطالما تحولت إلى فاعل الفاعل بترفع بإيه في الأسماء الخمسة بالواو يبقى أنا حولتها من إيه ها أقسم بالله دي كلمة امتحانات ذو لأن كده عامل درسين في بعض درس المستثنى إنك خدت بالك إن منفي وينفع أحذف ودرس الاسماء الخمسه انك افتكرت ان الاسماء الخمسه بتترفع بالواو فيبقى الا ذو ايه يا شباب الهم ده عن الجدول الثاني الجدول الثالث بيقول صوب الخطا برضه هصوب الخطا حسب القواعد لم ينبت في البستان الا شجره هي مجروره ليه هنا ده المفروض تبقى مرفوعه ليه يا استاذ عشان شيل لو الا ها ينبت في البستان شجره انا كطالب بقى بفهم مين اللي هينبت شجره يبقى اعربها ايه على طول فاعل يبقى نحول شجره بالكسر لشجره بالضم فاز المتسابقون الا متسابق كده غلط بالظبط هنا الكلام مثبت صح يبقى ما بعد الا لابد ان يكون منصوبا
طب والمنصوب لازم احط له الف الناصب دي يبقى متسابقا تحط فوق القاف شرطتين وفيها الف او عايز تسيبها على كده ممكن صح لك بطريقه ثانيه غير متسابق تحط تحتها كسرتين بقى لو انت عايز تصححها بطريقه ثانيه يعني ثلاثة لا ينال الاحترام إلا ذا الخلق أشك في ذا بقى هنا لو شلت لو إلا ينال الاحترام ذو الخلق ليه يا أستاذ عشان الاحترام تبقى مفعول به وذو هي اللي فاعل أصل الكلام ينال ذو الخلق الاحترام واضح إن أنا من أول التدريبات وأنا مركز لك على التقديم والتأخير تخلي بالك منهم إن الطالب أصلا اللي بيدرك التقديم والتأخير ده طالب من طلاب المستوى العالي يعني. اللي بيفهموا يعني اللي بالعقل لا بالشكل يعني بيقدر يرتب الجمله وعارف ان في تقديم وتاخير راجل بيفكر مش بيفكر لا ينال الاحترام الا ايه ها ذو الخلق الحسن اربعه بقى حققت اهدافي غيره ليه بقى ليه غيره ده كلام مثبت صح مش كلام مثبت طالما الكلام مثبت يبقى على طول هيبقى منصوب يبقى غيره مش لما الكلام مثبت ينصب المستثنى بعد الا يبقى غيره هتبقى ايه يا شباب منصوب يبقى حققت أهدافي غير هدف خمسة يلحق الجميع بالتقدم سوى المتكاسلون حرام عليه متكاسلين طبعا مضاف إليه يبقى مجرور بالياء لأنه جمع مذكر سالم بجهود الشرطة اسمع بقى دي بقى حتة حلوة دي بجهود الشرطة خلى المجتمع من اللصوصي هي مش انت قلت خلى بتنصب أو تجر يا أستاذ يبقى صح لا دي مش خلى بتاعت استثناء في خلى بتاعت الاستثناء اللي هي بمعنى إلا وفي خلل بمعنى فرغة ملخل الإناء من الماء دي فرغة الإناء والإناء فاعل خلل المجتمع من اللصوص أي فرغة المجتمع يبقى دي تصحيحها إيه مش فتحة فاعل دي ضمة لكن لما أقول مثلا جاء الطلاب خلى طالبا ماشي كده دي بمعنى إلا يبقى إذن كلمة خلى هنا بمعنى فرغة وبالتالي المجتمع نعربها فاعل ونغير الفتحة لضمة انتهى السباق بعد ان عدا المتسابقين هنا عدا بمعنى ايه اصلا برضو بفكرك في عدا بمعنى جرى وفي عدا بمعنى الا عشان ما تضحكش عليك في الامتحان انا كل ده بقاوم اللي بياخده بالشكل مش بالعقل الناس اللي بتاخد بالشكل يقول لك عدا المتسابقين ايش الجمله بقى مش مهم ما هي عدا اهي ما هي من الادوات الاستثناء اهي قال لنا اللي بعدها يبقى ايه اسم مجرور او ايه او مفعول به غلط دي عدا المتسابقون لان عدا بمعنى جرى يبقى اللي جاي بعدها فاعل زي خلى بالظبط فما تخليش حد يضحك عليك. 8 لا يعرف فضل المعلم الا التلميذ المؤدب. طبعا هنا الكلام منفي مش كده؟ ينفع احذف يعرف فضل المعلم التلميذ لان التقديم والتاخير برضه يعرف التلميذ المؤدب فضل المعلم يبقى التلميذ فاعل يبقى اللي خلاها عليها فتحه. فهمنا يا شباب؟ طيب ده كانت المعركة الأولى مع درس الاستثناء وعرفنا أن ليه قواعد ولابد أن نطبق القواعد والقوانين وكأنها مسألة رياضة برضو هندخل في معركة تانية دلوقتي مع المقصور والمنقوص والممدود تذكر مقصور ينتهي بألف خطا أو لفظا الناس اللي بتفهم فهمتني على طول المقصور ينتهي بألف خطا أو لفظا يعني خطا يعني مرسوم ألف زي علا وعصا مرسوم ألف أو لفظا زي هدى هي منفوظة ألف لكن مرسومة إيه ياء زي مصطفى يبقى اسم مقصود ينتهي بإيه تاني كده ألف خطا أو لفظا طيب عند تسنية المقصور انتبهوا بقى كلام اللي هنخش بقى في الجد لما جيب مسنى المقصور افتكر معايا القاعدة بكررها عشان التكرار بيعلم الشطار ألف رقم ثلاثة مرسومة ألف تقلب واو يا ريت الناس العلم تدوين وتكرار العلم تدوين وتكرار يبقى لما الألف يكون رقم ثلاثة ومرسومة ألف إيه اللي يحصل لها عند المثنى والجمع المؤنث يعني كلمة عصا عصا دية الألف رقم كام؟ ثلاثة مرسومة إيه؟ يبقى عند التسنية والجمع تقلب إيه الأول؟ واو أقول عصوة وحط ألف ونون أو ألف وتاء يبقى عصوان عصوات آخر مرة أقولها ألف رقم ثلاثة مرسومة ألف رقم ثلاثة يعني آخر كلمة مش رقم ثلاثة يعني مثلا عصام مثلا لا يكون آخر الكلمة يعني الألف
ينتهي رقم 3 في آخر الكلمة. ألف رقم 3 مرسومة ألف تقلب واو. اسمع بقى اللي جاي دي هتريحك قوي. غير كده تقلب ياء. غير كده يعني ايه غير كده؟ يعني كلمة زي كلمة دنيا هي مرسومة ألف لكن مش رقم 3. كلمة زي كلمة هدى أيوة هي رقم 3 بس مش مرسومة ألف. كلمة زي كلمة مصطفى دي لا هي رقم 3 ولا هي مرسومة ألف. يبقى تقلب ياء صح؟ يبقى أنا عندي احتمالين يا جماعة في التثنية والجمع. هتعامل إزاي مع الألف؟ يقلبها واو يقلبها ياء. مش هتفضل ألف. نمسك أول واحدة. هات المثنى بتاع الدنيا. هقلبها ياء صح؟ لأنها ما ينطبقش على قانون الواو يا شباب. لأن دي رقم كام؟ 4 يعني أكتر من إيه؟ من 3. يبقى دنيا ياء. 2 ياء. ما تضغمش في بعض وتحط لي شدة ما تتفلسفش. الاثنين ياء متحركين سيبهم زي ما هم ياء. دنيا يان. دنيا يان. ده في حالة الرفع. في حالة الرفع هتكتب ألف ونون. طب افرض بقى المثنى مجرور. هتكتب دنيا يا يين. 3 ياءات ورا بعض. الياء بتاع الدنيا والالف المكسور اتقلبت ياء وحطيت ياء ونون عشان المثنى تبقى 3 ياء. الياءات مش هتخلص ما تخافش من اللغه العربيه. يبقى التصور الكلمه ماشي ازاي؟ ان الالف كانت اكبر من 3 فقلبت ياء. المشكله ان كان قبلها ياء مفيش مشكله عادي هتقرا دنيا يين. يبقى عرفنا دنيا دي عملت فيها ايه. طيب نروح للاسم الممدود. تذكر عشان اللي وراها دي زرقاء انا همسك القاعده كده. اصبر يا هبه تعال اسالي. الاسم الممدود نفتكر الاسم الممدود اللي بينتهي بالف زائده بعدها همزه زي انشاء زي سماء زي حسناء. الالف الهمزه خلاص. نوع الهمزه حسب الفعل اللي جايه منه. بمعنى كلمه انشاء جايه من نشاء يبقى الهمزه اصليه. طالما لقيت في الفعل اخره همزه زي اسم الممدود همزه يبقى الاسم ابا عن جد زي ما بيقول. الاسم فيه همزه اخره همزه والفعل اخره همزه خلاص. يبقى انا كده اتاكدت ان الهمزه اسمها ايه؟ اصليه. طب افرض لقيت الفعل اخره عله. يعني ايه اخره عله؟ زي مثلا رنا عفوا زي مثلا صفاء. كلمه صفاء لما اجيب الفعل من صفاء الاقيها صفاء حرف عله صح؟ من بناء بنى. لو لقيت اخر الفعل عله سماها منقلب. ده عليه درجات. اللي بقوله دلوقتي ده درجات. استخرج اسما ممدودا وبين نوع الهمزه. يبقى بناء بنى يبقى منقلبه. صفاء صفاء يبقى منقلب. طب افرض جبت الفعل لا لقيت همزه ولا لقيت عله. يعني كلمه حسناء حسنة لقيت اخرها نون لا هي همزه ولا هي عله بل سماها ايه؟ زائده. طب تعالى بقى بعد ما عرفت اصل الهمزه اسمع بقى في التثنيه واللي بيحصل والجمع مؤنث. التثنيه والجمع مؤنث. الهمزه الاصليه سيبها زي ما هي حط علامه المثنى والجمع. يعني مثلا كلمه زي كلمه انشاء عايز اجيب المثنى الهمزه اصليه صح؟ حط جنب كلمه انشاء سيب انشاء زي ما هي الهمزه على السطر. حط جنب كلمه انشاء الف ونون بس انشاءان والهمزه على السطر زي ما هي. او حط الف وتاء جنب انشاء بقت انشاءات. مع ان ده مكروه في الإملة ان الهمزه تتوسط الفين بس انا بجيب لكم الاسهل. يبقى انشاءات خلاص كده. طيب يبقى الهمزه الاصليه تبقى عند التثنيه والجمع صح؟ طب افرض يا حلو بقى لقيت الهمزه دي منقلبه زي بناء براحتك. عايز تسيبها همزه سيبها. عايز تقلبها واو تمام مفيش تقلبها ياء بقى. يعني بناء لك الحق تقول بناءان سبتها زي ما هي ولك الحق تقول بناوان لكن مفيش بناوات بقى. مفيش بنايات قصدي مفيش حاجه اسمها بنايات. الهمزه يا تفضل يا تقلب واو. طب افرض لقيتها زائده دي لازم تقلبها واو. يعني كلمه زي كلمه مثلا حسناء لما جبت الفعل لقيته حسنه فلقيت الهمزه زائده لازم تقلب واو يبقى حسناوات. يبقى الهمزه لها كم احتمال؟ اصليه تبقى منقلبه تبقى او تقلب واو زائده تقلب واو. تعال نطبق الكلام ده على زرقاء اللي قدامك. زرقاء دي الفعل منها زرقة لقيتها قاف اخر الفعل جه قاف له عله وله همزه خلاص يبقى الهمزه زائده يبقى لازم تقلب واو يبقى زرقاء. حط الف ونون بقى الف وتاء زي ما انت عايزها يبقى زرقاوان زرقاوات.
طب مثوى ده المقصور اللي انا لسه بدي القاعده بتاعته. هل هنا الف المقصور ينطبق عليها قانون الواو؟ هل هي تالتة مرسومة؟ ده هي لا هي تالتة ولا هي مرسومة ألف، يبقى تقلب ياء. يبقى أما أجي أسنى مثوى مثويان، ولو أجمع جمع مؤنث مثويات. صفاء أنا اديتك القاعدة بتاعتها، صفاء لما أجي أجيب منها الفعل صفا منقلبة تبقى همزة أو تقلب واو صفاءان أو صفوان. كلمة زي كلمة راعي، تذكر معي الاسم اللي آخره كسرتين تحت الحرف كده تعود عن الياء المحذوفة، يعني اللي ميو جزء ارجع الياء ليه، زي راع أصلها راعي، داع أصلها داعي، مهتد أصلها مهتدي. لما تلاقي اسم أخره كسرتين وينفع ترجع له الياء اسمه منقوص، ده منقوص أخره ياء. طب هل المنقوص محتاج مدرس عشان يقول لك تسنيه وتجمعه ازاي؟ لا، لأن هاد كده مسنى محامي محاميان، هاد جمع المؤنث بتاع محامي محاميات، إذن ياء المنقوص لا يطرأ عليها تغيير، مش محتاجة قاعدة. إلا بس تخلي بالك إن المنقوص في جمع المذكر السالم زي ما هنقول بتحذف الياء منه، يعني محامي نقول محامون. المهم راعي دي، لو عايز المسنى أقول إيه؟ راعيان، ولو في حالة الجر أقول راعيين. طيب حذاء، لا إحنا خدنا القاعدة، حذاء جاء من يحذو، يبقى ده حرف علة، يبقى منقلبة، يبقى الهمزة تبقى أو تقلب واو، فنقول حذاءان أو حذاوان. طب عمياء، ناخد بقى قانون كده لو سمحتوا، قانون مهم قوي، كل القواعد ده استثناءات صح؟ فعلاء تقلب همزتها واو دائما، دون البحث عن أصلها. فعلاء اللي على وزن فعلاء، أي حاجة على وزن فعلاء، يعني عمياء على وزن دي فعلاء، يبقى الهمزة ما تقوليش بقى أصلها عمية يبقى فيها حرف علة، لا 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 لا، وزن فعلاء دائما يقلب واو، وهي دي اللي يجيبها في الامتحان. أنا عارف أنا بقول إيه، يجيب لك واحدة على عمياء تقوم أنت جايب عمية وتقول آخرها علة يبقى منقلبة يبقى عمياوان أو عمياءان، خطأ. ليه يا أستاذ؟ عشان دي حالة خاصة كده قلناها جبناها على جنب، إن وزن فعلاء دائما يقلب إيه؟ دون البحث عن أصله، لأنها بتبقى زائدة دائما، وزن فعلاء دائما تقلب إيه؟ ها؟ لعمياء وعلياء والكلام اللي تقلب واو، يعني عمياء نقول عليها إيه؟ عمياوان أو عمياوات، جمع المؤنث يعني، تقلب واو بس. طب مشفى، خدنا قانونها، هل ينطبق عليها قانون الألف تقلب واو؟ لا تلتة ولا مرسومة ألف، يبقى مشفيان. هاد ده منقوص، هاد المسنى بتاعه مش محتاج أستاذ، هاديان. دعاء مش على وزن فعلاء وجاية من يدعو، يعني الهمزة منقلبة، يعني نقول دعاءان أو دعاوان، الاثنين صح. القاضي مش محتاجة أستاذ، القاضيان. إنشاء محتاج القاعدة، الفعل من إنشاء أنشاء، الهمزة أصلية تبقى كما هي، إنشاءان وإنشاءات. نيجي بقى لكلمة مشتاق، تابعوا بقى صلى على النبي بقى كده، إنشاء قلنا إنشاءان. نيجي لكلمة مشتاق بالظبط، لأن الفعل منها استاء يعني الهمزة أصلية، يستاء استياء يعني الهمزة أصلية، إذا نسيبها زي ما هي يبقى حط ألف ونون لو عايز المسنة، والجمع المؤنث حط ألف وتاء، ولو جمع مذكر حط واو ونون مشتاقون. الكافي مش محتاجة أستاذتي، الكافيان بالراحة بقى. أذى هي تالتة بس مش مرسومة ألف، يبقى ينطبق عليها قانون الياء مش الواو صح ولا؟ يبقى أذيان. طيب أولى برضو مش هينطبق عليها قانون الواو، ده اكتر من ثلاثة ومش مرسومة ألف، أوليان. علياء على وزن فعلاء يبقى علياوان. بكاء بكى يبقى بكاءان أو بكاوان، لازم نكتب الاثنين في الامتحان عشان بيلاح احتمالين. متعالٍ دي منقوص محذوف الياء، أرجع له الياء وأحط ألف ونون، متعاليان. سخاء جاء من الفعل سخاء، سخاء يعني كرم، أعطى بكرم يعني، يبقى سخاء يبقى منقلبة حرف علة صح؟ يبقى سخاءان أو سخوان. أدنى
مش هينطبق على قانون الواو. أدنيان تالٍ، كلمة تالٍ تاليان، الله ينور عليك، شقاء بالظبط، شقاء انا او شقوان، لا الاثنين لازم ناخد بالنا. شقاء حرف عله يبقى تبقى او تقلب واو، يبقى شقاء انا او شقوان. ماوى مش هينطبق على قانون برضو الواو، يبقى ماويان. هيفاء على وزن فعلاء يبقى هيفاوان، على وزن فعلاء هيفاء فعلاء. ما انا قلت لك خلي بالك ان احنا طلعنا دلوقتي عمياء وعلياء وهيفاء على وزن فعلاء، وكل ما كان على وزن فعلاء يقلب واو، يبقى هيفاوان وهيفاوات لو عايز جمع المؤنث. اعتداء مش على وزن فعلاء، اعتداء ديت هات الفعل منها اعتدى، يبقى حرف عله يجوز الامران، اعتداءان واعتداوان. الداني الدانيان، عال عاليان. وفاء بالراحه، وفاء حرف عله منقلبه بيجوز لك الامران، وفاءان وفاوان. سامن ساميان، غناء غنى حرف عله يبقى غناءان او غناوان. امتلاء امتلأ، اصليه حاله واحده تحط الف ونون. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. لسه المعركة لسه، عشان لسه وفاء حرف علة يبقى فاءان أو وفاوان. نيجي بقى لإجمع الكلمات الآتية، اسمعوا بقى، جمع مذكر سالم. خلي بالك أنا كنت شغال في مين؟ في المثنى وجمع المؤنث. تابعوا بقى، اسمع بقى قانون جمع المذكر اللي فات ده كله كان مين؟ مثنى وجمع مؤنث. جمع المذكر أسهل بكتير، ليه؟ في المقصور يشيل الألف، في المنقوص يشيل الياء، في الممدود ما يعملش حاجة، حط علامة الجمع. ما مش هيصة بقى، مش الألف رقم كم ونقلبها إيه ولو أصلها إيه، لا 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 خالص. جمع المذكر في المقصور يشيل الألف، في المنقوص يشيل الياء، في الممدود نسيب الهمزة ولا بتتغير حسب ما تعالى بس كده. مؤدن، بص كده، مؤدن دي اصلا مؤدي صح، يبقى منقوص، يبقى نشيل الياء، هي متشاله اصلا، حط واو ونون بقى، مؤدون. طيب والشاء والشاؤون، حط واو ونون. باكن اصلها باكي، شيل الياء، هي متشاله اصلا، حط واو ونون، باكون. والشاء حط الهمزه على السطر زي ما يحط جنبها واو ونون بس. مؤدن مؤدون، والشاء والشاؤون، باكن باكون، اعلى شيل الياء الالف لا يعني، وحط واو اعلون اعلون. معتدل معتدون، بناء بناؤون اللي ما بيبنوا يعني. مستاء مستاءون، مداري مدارون. معطي يا دي معطي معطي معطون. عداء عداؤون، عاص عاصون، سقاء سقاؤون. حذاء، عارف الحذاء اللي هو بايه بيصنع الاحذيه يعني، حذاؤون. حطوا منون اكتر مش اكتر من كده. ادنى شيل الالف، ادنون. مرتجن مرتجون، ناجن ناجون. والصاء والضاء عفوا، والضاء والضاءون. متلق متلقون. أظن ما فيش أسهل من جمع المذكر السالم، ما خدش معنا حاجة. نيجي لجمع المؤنث السالم، بيبقى زي المثنى بالظبط. تعال نشوف، نداء لازم أجيب أصل الهمزة، نادى يبقى علة يبقى منقلبة يبقى يجوز الأمران، يبقى نداءان أو نداوان. سعدى ما ينطبقش على قانون الواو لأنها أكثر من ثالثة ولم ترسم ألف، يبقى سعديان سعديات عفوا بقى. يبقى الأولى نداءات أو نداوات، الثانية سعديات. الأولى نعملها إيه؟ نداءات أو نداوات، الثانية بقى سعديات فقط لأنها تقلب ياء. طب نيجي قناة، شو تاء التأنيث؟ شو تاء التأنيث؟ قناة ثالثة ومرسومة ألف، قنوات. شفت جت إزاي ليه؟ شفت بنجمع قنوات قنوات ليه؟ عشان التاء تشيلها، شيل التاء واقرأ الكلمة.
خلي بالك ممكن تشيل التاء تتحول الكلمة لياء يعني فتاة. شيل التاء تكتب فتاة. فتاة بتكتب بالياء ولا بالالف؟ بالياء. بالياء يبقى فتيات صح؟ يبقى لما تشيل التاء هترجع الكلمة لأصلها. إنشاء. إنشاءات أصلية. منتدى ما ينطبقش على قانون الواو يبقى منتديات. نيجي الأربعاء بقى. رابعة يبقى الهمزة زائدة يبقى لازم تقلب واو. أرباعوات. ايه يا استاذ أرباعوات دي؟ الكلام ده انا مش انت مالكش دعوة، انت بيطلع لك منتج كأنه منتج رياضي. أرباعوات فقط. الهمزة أصلية ولا لا؟ الهمزة زائدة ولا لا؟ لأن كلمة الأربعاء جاية من رابعة. فالعين لا هي همزة ولا هي علة، يبقى الهمزة هنا مالها؟ زائدة، والزائدة بتقرأ إيه يا بنتي بس؟ واو. يبقى نقول إيه؟ ها؟ أرباعوات. أقرأ أخريات. قلت تاني، مهما كانت الكلمة الناتجة لك على غير هواك الموسيقي واللغوي لا تتدخل، لأنه منتج رياضي، ناتج رياضي. يعني أنت لو حليت مسألة رياضة وقلت لك الرقم 15 تقول مش عاجبني الرقم ده، الرقم ده مش مرتاح له، انت مالك هو رقم طلع. فلا الفلا هي الصحراء. بالظبط. حتى في عنترة هتلاقيها جمعها فلوات، الفلوات هي الصحراوات، صحراء صحراوات، لان الهمزة زايدة على فكرة. وفاة بالراحة، بالراحة. كلمة وفاة لو شلنا تاء التأنيث تيجي من وفاء، ألف لين على فكرة تتقلب ياء زي فتى، يبقى وفيات. تاني الوفاء من وفى يتوفى الأنفس يعني يقبض الروح، فالوفاء جاء من وفيا. لا لا وفيا أصلها وفيا، حتى مش جمعها مش وفيات على فكرة، ده خطأ شائع جدا. يقول لك صفحة الوفيات، هي صفحة الوفيات شددت الياء ليه؟ أنت هتقلب الألف إيه فقط؟ ياء، وتحط الألف والإيه؟ والتاء، يبقى جمع وفاء، وفيات ولا وفيات؟ شباب، الكلام ده في غاية الأهمية، والكلام ده كلام امتحانات، لأن الممتحن بيقصد إنك أنت يعني بتطبق اللي أنت بتاخده على حياتك العملية ولا لأ؟ هل يجوز لنا إن احنا نقول صفحة الوفيات ولا الوفيات؟ قل ولا تقل، صح؟ طب هل يجوز نقول لجنة المشتروات؟ ليه؟ عشان كلمة مشترى الألف أكبر من ثلاثة، الألف اللي أكبر من ثلاثة لا تقلب واو وإنما تقلب إيه؟ ياء. إذن لجنة المشتروات ولا المشتريات؟ المشتريات. وصفحة الوفيات بالتجديد ولا الوفيات من غير تجديد؟ الوفيات من غير تجديد، لأن أصل ألف وفاء ياء، فردت إلى أصلها ثم أضيفت الألف والتاء. اعتداء. الهمزة منقلبة، الهمزة منقلبة، يبقى كانت ايه؟ ها؟ اعتداءات او اعتداوات. اخيرا سفلى. بالظبط، سفليات فقط. ليه يا استاذ؟ عشان سفلى الالف فيها اكثر من ثالثة، تقوم تقلب ايه يا شباب؟ تقلب ياء. صليتوا على النبي. بص لو ما عدتش تشغل نفسك بالقضية دي لغاية يوم الامتحان هتنساها. يعني دايما حتى لو هتبص على التمارين المحلولة تراجعها تاني، لو هتنقلهم كلهم وتحلهم تاني لوحدك يا ريت. الموضوع محتاج تثبيت، تثبيت المعلومه. لو سبتت وانت صغير كده وانت لسه بتاخدها كده عمرها ما تطلع من دماغك. اللهم صل على محمد. تذكر معي بقى، الملحق بالمثنى والملحق بجمع المذكر الثاني والملحق بجمع المؤنث الثاني اسهل ثلاث دروس، بل اسهل درس انا بعتبره درس واحد، واسمه الملحق. ليه يا استاذ؟ عارف ليه؟ هتحفظ كلمات بعينها تدور على واحدة منها، يعني مش هديك حاجة تقص عليها. الموضوع معتمد على الذاكرة مش على الايه، مش على التفكير ولا العقل. بص يا سيدي صل على النبي، اما اقول لك طلع انا لما اقول لك او الممتحن يقول لك استخرج ملحق بالمثنى، دور على كلمتين ما فيش غيرهم، يا كلمة اسنان يا كلمة كلاهما، يعني كلا زائد ضمير او كلتا طبعا. تاني، الملحق بالمثنى هو كلمة اسنان أو كلمة كلاهما زائد إيه؟ كلاهما دي كلا زائد إيه يعني؟ ضمير. كلا زائد ضمير، خل عندك ضمير وركز. كلا زائد ضمير يعني إيه؟ مش كلا زائد اسم. كلمة اسنان معروفة، أي كلمة اسنان ما تقلقش. 22 رجلان اسنان، 12 أي كلمة اسنان بقى. طب وكلمة كلاهما، كلاكما، كلانا، المهم كلا زائد ضمير.
هي دي الملحق. لكن لو كلا الرجلين لا يفتح له ليه يا استاذ ما جيش وراه ضمير؟ فلو سمحت لما اديك الكلمه زائد الشرط تحترم الكلمه وتحترم الشرط. انا قلت لك اي كلمه اسنان صح؟ فما لهاش شروط خلاص يا عم، ما تلاقي اسنان طلعها وانت مطمئن القلب. لكن كلمه كلا لا، ده الاستاذ شرط لي ان يبقى وراها ضمير. نعم لا ضمير، لا 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 ضمير بس تبقى ملحق. اعرابها بقى اللي بيختلف، ينفع عازف ولا ما ينفعش عازف. المهم طالما فيها ضمير يبقى وانت مغمضه ملحق بالايه؟ بالمسند. نعم لو ضمير منفصل. يعني ايه ضمير منفصل؟ ازاي يعني كلا هو مثلا؟ ما ينفعش اصلا يجي كلا يجي وراها ضمير متصل اللي هو هما او كما او نا، هي دي اللي ينفع في الحدود العلميه اللي احنا بندرس فيها. طب افرض جات لك كلتا، المشكله هي المؤنث بتاعها عادي، كلتاهما كلتيهما وهكذا. عرفنا يعني ملحق المثنى؟ تدور على كلمه من دول. طيب الملحق بجمع المذكر السالم برضه شويه كلمات تحفظه. قولوا بمعنى اصحاب، او قولي على فكره، يعني قولوا في الرفع وقولي في النصب والجر. يا قولي الالباب يعني اصحاب الالباب، يبقى قولوا وقولي لازم تدي معنى ايه؟ أصحاب. قولوا سنون أهلون أرضون بنون عالمون وألفاظ العقود من 20 لـ90. تاني كلمات تحفظ ومكتوبة عندنا في كل حتة تقريبا. قولوا بمعنى أصحاب سواء بالواو أو بالياء، وكذلك كلمة سنون وأهلون وأرضون وعالمون وبنون، مع ملاحظة ان الكلمات دي ممكن تيجي بالياء. سنين اهلين ارضين عالمين اللي بنقولها في الفتحة الحمد لله رب العالمين بفتح الله، مش العالمين بكسر الله. العالمين بكسر الله ده جمع مذكر سالم عالم، جمع عالم. لكن عالمين جمع عالم، هناك فرق بين عالم وعالم. العالم هو الكون الذي نعيش فيه، اما العالم بكسر اللام هو الرجل ذو العلم. فالمعنى هو اللي بيفرق هنا. الكلمات دي اول ما تلاقي واحده منها قدامك يبقى اسمها ايه بقى؟ ملحق. بس افرض لقيت كلمه اهل، ما اقول فلان اهل للخير او مصر اهل لانه حافظ عليها، ما ينفعش، دي مش ملحق. كلمه اهل دي مش ملحق، انا عايز الكلمه اللي هي جامعه، اهلوك اهليك، اللي هي فيها الواو او فيها الياء. لكن اهلك لا، ان اهلك لهم عليك حق. هل كلمه اهل هنا ملحق؟ لا. فاكد على الكلام ده. وساعات تيجي محذوفه النون ما عدا العقود. يعني ايه محذوفه النون؟ يعني كلمه سنو التعليم او ان سني التعليم، ان اهل ان اهليك أو حضر أهلوك المسابقة، أو مثلا كلمة زي كلمة بني مصر صونوا لها حقها. فخلي بالكم الحكاية دي، يا بني. لكن عارف لو ضملك قالك بني ما تنفعش، مش ملحق بجمع المذكر السالم. بني ده تصغير ايه؟ يبقى مش دي الملحق. فهم يعني ملحق يا جماعه؟ عشان الملاحظات الصغيره دي اللي بتفهم. طب ايه الملحق بجمع المؤنث السالم؟ كلمه اذرعات كمدينه، اذرعات، وكلمه اولاد بمعنى صاحبات اللي هي مؤنث اولو، اولاد الاحمال، اولاد الاخلاق، اولاد الدرجات العلميه، يعني صاحبات. واي جمع مؤنث سالم يطلق على علم، زي كلمة سعادات وعنايات وحسنات وعرفات. علم يعني ايه؟ اطلق على شخص، ناس اللي سرحانة، اطلق على مدينة، اطلق على جبل، يعني جبل عرفات. كلمة عرفات هنا صارت علما لهذا الجبل، اسم للجبل ده. ما اقول ان زينات نجحت في الامتحان، بنت اسمها زينات، اسم ان منصوب بالكسرة لانه ملحق بجمع المؤنث السالم. طب ما اقول ايه؟ علقنا في الحفل زينات كثيره، دي جمع مؤنث سالم، هيبقى منصوب بالكسر على فكره برضه.
في فرق ما بين نصب زينات اسم بنت ونصب زينات جمع زينة؟ مفيش. الاثنين منصوبين بالكسرة. بس في زينات اللي هي اسم بنت هقول لأنها ملحق بجمع مؤنث. لكن زينات اللي هي الزينات التي تعلق هقول لأنها جمع مؤنث. ده الفرق. إذا الموضوع واضح إنه مبدأ الحبس. تعال بقى نطبق الكلام ده على القطعة اللي قدامنا. أول حاجة بيقول لي هنا بص استخرج من العبارة السابقة كل ملحق بالمثنى. تعال نقرأ العبارة. أعلن عدد من العلماء في قارتي أمريكا وأوروبا كلتيهما أهي أدي ملحق بالمثنى. ما هو الأستاذ قال لي إيه كلا أو كلتا زائد ضمير. ما هي كلتيهما. طب ما هي كلتيهما توكيد معنوي لمين؟ لأمريكا وأوروبا. طب أمريكا وأوروبا هنا ما لها؟ قارتي أمريكا. أمريكا مضاف ليه؟ قارتي أمريكا. يبقى أمريكا مضاف إليه وأوروبا معطوف. كلتيهما توكيد معنوي والتوكيد المعنوي بيتبع يبقى توكيد معنوي مجرور بالياء لأنه ملحق بالمثنى وهما في ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. طب ليه أعربت كلتيهما هنا توكيد معنوي؟ عشان يجوز الاستغناء عنه. لأن ممكن أقول ها أعلن عدد من العلماء في قارتي أمريكا وأوروبا واسكت. إذا جاز الاستغناء عن كلا وكلتا أعربت توكيدا معنويا وإذا لم يجز الاستغناء عنهما أعربها حسب موقعها هما في الجملة. ذكر فيها أن الإنسان يستطيع أن يغير مناه فقد أثبتت وأربت على العشرين تجربة أربت على العشرين تجربة يعني زادت يعني أن الأحراش أحرقت في المنطقة وكشف عن وجه الأرض انخفاض نسبة الأمطار انتشار هذا جعل الجو أكثر دفئا وزادت درجة الحرارة. بس ما فيش لك التيهمة بس هي الملحق والمثنى اللي قابلناه ولا في حاجة تانية؟ ايه؟ انا عايز ملحق بالمثنى. المثنى اللي هو مين بس؟ كلتيهم. طب واحد تاني ملحق بجمع المذكر السالم. 20 صح؟ في حاجة تانية؟ اعلن عدد من علماء ذكر فيها ان الانسان يستطيع 20 ادي واحدة ايه ملحق بجمع المذكر السالم صح؟ أدت إلى انخفاض وانتشار وهذا جعل ما يقرب من 10 درجات السنين. اللي بيقول 10 ينفع 10؟ ما ينفعش يا جماعة. بقول من 20 ل 90. يبقى في كلمتين ملحقتين بجمع المذكر السالم هنا كلمة السنين آخر كلمة وكلمة 20 من الكلمات اللي أنا حافظها. يعني لو كنت من 20 ل 90 أيوة هيك هي 10 من 20 ل 90. لا بس صباح خير يا هبة. أعرب الكلمات التي بين القوسين في قرتي اسم مجرور وعلامة جره الياء وحذفت النون الإضافة. أن يغير فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة استخدموا فيها الحاسبة الإلكترونية. الإلكترونية نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأن الحاسب مفعول به. تجربة نسيناها ليه بولي وأربط على 20 تجربة تاني. تمييز منصوب. عايز أعلمك حاجة قاعدة جميلة قوي هتريح دماغك صلى الله على النبي. تمييز العدد من 11 ل 99 منصوب غير ذلك مجرور. قاعدة جميلة وسهلة وسريعة. تمييز العدد من 11 ل 99 منصوب 11 كوكبا 12 عينا 99 رجلا منصوب قبل قبل ال 11 وبعد ال 99 مجرور. ما بقول ايه تمييز العدد من 11 ل 99 ماله منصوب غير كده مجرور. طب يبقى طب ما هي كلمه هنا بقول لك ايه بقى 20 ايه تجربه. ما هي التجربه كده من الفتره من 11 ل 99 يبقى منصوبه صح. لكن لو جيت تحت درجات احنا نسينا نعرف مقويه دي على فكره ونسينا نعرف كمان دفئا. اكثر دفئا دي تمييز منصوب ماشي. نغير قلنا في فعل مضارع منصوب والالكترونيه نعت منصوب ودفئا تمييز منصوب ومقويه نعت مجرور. ليه بقى؟ ما هي كلمه درجات تمييز مجرور. مش انا قلت لك اللي قبل 11 واللي بعد 99 مجرور. يبقى فعلا كلمه درجات هنا مالها مجرور. يبقى ده اعربنا
الجزء او ده الجزء يعني كان مراجعه على تدريبات تطبيقيه